إذن أزو نكملو دابا الفيديو على داكشي اللي هضرنا فيه. دونك علاش بقى داك التقطع؟ فاهم دان دي بانانو استكخوم نوخ اين مال. أزو كنا كنهضرو على اش كيقولو هذا الأجوبة ملي غادي يجاوبوك شنو غتقول لهم كيفاش تحدد مع مواعيد. Also, Helena, gern stelle ich mich Ihnen persönlich in einem Vorstellungsgespräch durch Skype vor. Also, Punkt, Hatschi. Im Krieg ist es viel. Mich gibt es auch gut, Hatschi. Also, auf jeden Fall gerade bei Ihnen. Also, welches Datum würde Ihnen am besten passen? Würde für Sie morgen, der 30. Januar um 12 Uhr gehen? Zähler. Es ist ein bisschen schade, und wir sind auf B1. هذا في B1 داكشي اللي قريتي خاصك تستعملو دابا تقترح مواعيد وتشوف واش تقبل ولا ما تقبلش المواعيد. الو دابا هضرنا الجواب ديالو متى حنا غنشوفو هادوك اللي غايقولو لك اه هضرو على فورشتيرونسكاشبريش. دونك فورشتيرونسكاشبريش نشوفو البريزونطاسيون في اون سون افير فورشتيرونسكاشبريش. الو فور دم انترفيو دي بيست فوربيرايتون. Die beste Vorbereitung. Also, ich habe vorbei, dass ich nur ein Vorstellungsgespräch habe. Ein Vorstellungsgespräch ist ein Mokabel, auch ein Hewar, aber ich kann es auch nicht vorlegen, weil ich es sehe, die Helik. Und ich bin tatsächlich leider nicht dabei. Ich habe die Rente und auf eine Flucht. Ich habe die Rente auch viel mehr, um die Rente zu sagen. Also, wie viel ist es noch? في واحد البي دي اف. هاد البي دي اف كاملين تقدر تلقاهم في جوجل. Also das Vorstellungsgespräch grundsätzliches. Warum bestehen viele Bewerber dieser Prüfung nicht? Also حنا غنمشيو لأهم حاجة. Ihre Vorbereitungen für das Interview. Also Ihre Vorbereitungen für das Interview, warum man sich auf ein Interview systematisch vorbereiten hat. Also, was ist denn bei der Ausbildung? Schnuck, wie ist das? Freuen Sie sich, dass Sie einen ersten Erfolg erzielt haben. Also, bestätigen Sie den Termin telefonisch Bestätigung. Und dann hast du dich auf meinem Rat, das Schule, die du hast, ein Vorstellungsgespräch. Die. Boom, du hast schon nicht mehr. Was ist der Chef? Der Koch, was ist der Chef? ولا غيهضر معاك اللي مكلف بالغوكروتمون تماك اللي مكلف بالتوظيف. الو حنا غنشوفو دابا توجد. دونك شنو غتوجد؟ دونك غتوجد الاسئله اللي غيقدر يسولك. خاصك تعرف اذا شنو هما الاسئله اللي غتوجد. الو احسن حاجه تقدر توجدها هي انك تكون حاط عندك اكبر كبيره هي انك تكون حاط عندك توجد فورشتيرونغ ماشي فورشتيرونغ. خاصك توجد واحد الفورشتيرونغ ديالك لحقاش ضروري في الاول غتقول لك اتسالن زي زيش اتفاس فون زيش ولا تقول لك اشتالن زي زيش فور ولا زاغن زي اونس اتفاس فون زيش ولا بزاف د الحاجات. دونك انت خاصك تكون موجد واحد البريزونطاسيون على راسك تهضر فيها على راسك مقدمه اللي تقدر ما امكن تجاوب فيها على الاسئله كامل. دونك هي ما كتلقاش كيفاش فهمتي ما كت الاسئله كتلقى راسك جاوبتي عليهم. شحال من حد كنت كنهضر معاهم كتقول لي صافي الاسئله ديالي راك جاوبتي عليهم في ديك الفورشتيرونغ اللي درتي. دونك كتبعد من شي سؤال محرج شي سؤال اللي ما غاديش تعرف. الو كيما كنقولوا يا دار كاوفمان لوب زاينوفار شنو ما كان عندك خاصك تمدح. عندك باك سيونس مات اسيدي مدح لنا داك الباك سيونس مات ما توقفش. انت تعرف راسك بقا تهضر وصل داك الباك سيونس مات تقول راه عندي باك سيونس مات. الو داس شافن نو دي اليت شو لاي ان ماروكو. الو داس هايست ايش لانه شنل. الو ايش لاقى كروسس ذات اوف ديتيز.
فهمتي اي حاجه عندك مزيانه امدح. يادا كاوفمان لوبت زاينه فار كنت كما كنقولوا هاد الفورشيرون خصها تكون فهمتي فعلا. بعد اول حاجه في الاي في الفورشيرون كتبقى خصك تقولها فعلا دانك تو ارست بي دانك ايش مش باي اينن في دي سايت تيزي زيش في مش نامن كنت كنومن هابن. من بعد تبدا تقدم في زي اوس ماينا بيفابونغ فيسن هاي سو ايش فلان كتاك دا كما قلنا قبيله جعواني فؤاد ولا جعواني شي سميه مثلا مصطفى التواني الصوت شي ما يخليش هاد البريزونطاسيون فورمال دونك ماشي يمكنش مشكل. تقدم راسك شنو درت فوقاش خديت الباك هاش من باك من بعدها شنو قريت قريت جاسي ديال بي اينس جبتي فيه غوت ولا ذا غوت خاصك تقولها لها وتقولها مزيان. انا جبت خديت البي اينس غوت ولا ذا غوت وكنت في نفس الوقت كنهضر مع بزاف الالمانيين اللي كي فهمتي باش نفهم باش ندير فيها بس ساغونغ ماينا دوتش كانتنيس و فيغ غوت زاتلت غاتا تكوت. كل ما كنتي موجود مزيان راك غادي تهضر مزيان. فيغ غوت زاتلت غاتا تكوت اللي كي هاد المع هاد السبريش فورس كي يعني اللي كيسرج ولا ما عرفت كيفاش كيقولوا لها مزيان كيركب مزيان. الزو قلنا غتوجد البريزونطاسيون ديالك التقديم ديالك من بعد خاصك تكون حاط عندك بعدا الشتاكن ونتشفاشن تسيلو نفس داكشي اللي هضرتي عليه في الموتيفاسيون شخايبن خاصك تحفظو كيما قلنا خاصك تحفظ داكشي الموتيفاسيون شخايبن الان شخايبن ماكاينش الموتيفاسيون الان شخايبن خاصك تكون حافظو لحقاش مايمكنش تكذب. الا كنتي كذبتي في الانشخايبن كما قلنا قبيله اين لوغه شلبت تن اندر نخذش كذبه كتجر مورا 10 الكذبات دونك خاصك تحفظ داكشي باش ما تسماش كذاب. دونك الا كذبتي تطرق على الكذبه فراغن زيزش نوخمال ايغ فراغن ونت انتفورتن اي سؤال الاسئلة شنو هما الاسئلة اللي كيطرحو في الغالب واللي 100% غيتقال حنا غنعطيهم بالنسبة هازو كيما قلنا في الاول قيد عندك ورقة وقيد جبد عندك ورقة وقيد هازو ارتسالن زي اونس اتفاس اوبازيش هضرنا على راسك هي اللي قلتلك خصك تكون موجوده مزيان باش ما تخلي لهمش فرصه فين يسولك شي سؤال محرج. الزو مثلا شنو فيزو هابن زي زيش gerade für diesen Ausbildungsberuf entschieden علاش هاد الاوسبيلونغسبيروف هادي 100% غتسولك. الزو في شتال ركز في هادي Wie stellen Sie sich Ihre weitere berufliche Entwicklung vor? Au bil ahra. شنو كتسنى من هاد الاوسبيلدونغ؟ شنو كتعرف على هاد الاوسبيلدونغ؟ شنو غادي دير في هاد الاوسبيلدونغ؟ شنو كنديرو؟ فهمتيني؟ واش عندك فكرة قبلية؟ خاصك توجد لها تاهي شي اجوبة. اي سؤال كان عندك غتدخل لجوجل غتلقى الجواب ديالو. سؤال واحد اخر warum haben sie sich gerade bei uns beworben علاش حنا خاصك توجدو هذا سؤال غير تطرح عليك 100% اسئله واحد اخرين مثلا warum sollten wir uns für sie entschieden علاش خصنا نختاروك انا خاصك عاوتاني تلعب مزيان تعرف شنو تقول مثلا nennen sie uns zwei ihre stärken und zwei schwächen عطينا جوج ديال الشتاكن نقط الضعف ونقط القوه وشفاش نقط الضعف وجد انت شي نقط الضعف اللي هما في حد ذاتهم مزيانين خلينا من دوك النقط الضعف ديال فهمتي نقط الضعف اللي هما ماشي نقط الضعف كي كيبغي يبينهم بنادم نقط الضعف اما هما راه ماشي مثلا شنو تقدر تقول الشتاكن خصك تقول احسن حاجه عندك كما قلت لك شي حاجه ما قايلهاش بنادم شفاشن تقدر تهضر على دويتش كانتنيس
مثلا شنو ما كان عندك تقدر تقول هذا ماينو ورقه وستيلو كما قلنا ماينو دوت كانت نيسه زينت نيشت زو غوت في ايش مشت deshalb mache ich einen ein selbststudium damit ich sie verstärke indem ich deutsche musik höre filme auf deutsch gucke und viel mehr also تكمل mein ehrgeiz ist nicht hier gestoppt sondern diese sprache noch in deutschland parallel zu meiner ausbildung fortzusetzen also hat sich gerne هادشي مثلا راك شويه شو راك قلتيها المانيا طو ماينو دوتش كانت نيس واخا تكون ما عندكش شفاش انت راك حولتي دابا الرغبه زعما راني عندي رغبه اني نتعلمها وكذا راه هي شفاش ولكن ما بقاتش كتبان شفاش بوزيتيف شفاش مثلا شوشتان تقول علاش شوشتان تعطيها حتى هي اسباب ديالها وتقول كذا وكذا فهمتيني تفسرها بطريقه ايجابيه كيما قلنا المهم تقنع هادو هما الاسئله اللي خصك توجد لهم اسئله واحده اخرين خلاص واللي حتى هو 100% غتطرح عليك فاروم ان دوتشلاند زبد كتب فاروم ان دوتشلاند هادشي فور كنا فور دام انترفيو فاروم ان دوتشلاند اي سؤال ادخل تقلب في جوجل شنو هما الاسئله اللي كيطرحوا نعاودو نشوفو حنا داك اللي بي دي اف اللي عندنا Erfolgreich bewerben, aber wie? Berufsberatung. Schau, wo ich gehe, naja. Was muss ich für passende Kleidung? Metallen. Also, Telefon. Was muss ich vorher beachten? Also, Kleidung. Ich kann lebst im Sehen. Ach, den Hajj ist nicht lebst. Je nimmst Hajj ist so, was ich werde auf Deckblatt. Deckblatt, ach, na, dann, naja. Also, ordentliche Frisur. Ich kann da, ich sehe, also, wenn dann, gehe. Pünktlichkeit. Pünktlichkeit, nur ihr Pünktlichkeit. Die Beendung des vor Ort, eine Pünktlichkeit hast du nicht Skype. Du kannst nicht sagen. Connect online, du kannst nicht sagen, Message oder. Schnuch dacher. Pünktlichkeit. Ich sag, du kannst nicht sagen, wie du bist. Du kannst nicht sagen, wie du bist. Du kannst nicht مشدودين عليك مشدود عليك تكون كونيكسيون مزيانه يكون كلشي في تمام الكمال ولا كيفاش كيقولوا لها also pünktlichkeit informationen über den betrieb sammeln هذا قلنا في حضر على السؤال اللي يقول لك علاش حنا دونك خاصك تدخل الانتسايغو بعدا ديال البتريب تقراها تحطها حداك تقول ها فاش شنو غنجاوب الا قالوا لي علاش حنا ها علاش نتوما لحقاش هما اصلا كيكونوا دايرين لك في الانتسايغو ها علاش حنا Informationen über die Tätigkeit sammeln. Kim genau regul schnuckert na schnuckert kiefer schnuckert na kiefer schnuckert mal darbier. Also kiefer schnuckert zahlt an nach zu können die Ausbildung schnuckert kun fair. Was mitzahlen Altenpfleger schnuckert die Altenpfleger Koch schnuckert die Koch. Also kim gesagt lk hat schon der Lehrer hier mit. بالأخص إذا كان هو المكلف بالrecruitment. إلا كان خاصك تكون حاط حداك تانتا وراقك هو غيكون حاط حداه وراقك تانتا حطهم حداك دونك غيشد غيسولك غتشد نتا غتجاوب بالأحرى نتا خاصك تكون حاطهم في دماغك غانش خايبا محفوظ أي كتبة كتبتيها خاصك تحفظها باش ما تجرش معاك دوب واحد آخر ألزو كيما قلنا أوف مغليشة فخاغن فوربيغايتن قلنا لك الفخاغن كاملين اللي غيتقيدو كان خاصك تكون حاط ورقة وستيلو تقيدهم Also, eigene Frage. Für die Lehrer gibt es keine Fragen direkt zu holen. Ich kann es nicht zu holen. Ich kann es nicht zu holen. Ich kann es nicht zu holen. Also, wie bin ich passend? Ich kann mir ein PDF geben. Ich habe Berufsberatung für akademische Berufe, Bundesagentur für Arbeit. Das Vorstellungsgespräch ist leider. Outfit. Und was dazu gehört. Lbas. Also, okay, wir haben gesagt, das Erste, was mir gefällt, ist diese Partie. Sexy Outfit. Also, besser mit anderen Stärken überzeugen. Also, damit überzeugt man nicht. Das ist ein Ramazan. Dann kannst du die Lbas sehen.
هانديز ازو كنت تهضر احسن حاجه تهضر معاها في بيسي، ما كانش عندك في بيسي ماشي مشكل، دير سميتو تدخل سكايب في تليفونك ازو ديزاكتيفي فيسبوك، قلتي كيفاش دير ديزاكتيفي تا واتساب، ديزاكتيفي خلي غير سكايب لحقاش ما يمكنش تكون كتهضر معاه، غادي ناقصه تكون كتهضر معاه انت في سكايب ويوصلك شي توصلك شي ابل مثلا في واتساب ولا تا، فهمتيني؟ دونك خاصك تبعد على المشاكل بما لهذا الشيء علاش قلت لك خاص من الاحسن يكون الاخر يكون في بيسي، بيسي ما كاينش اللي غيعيط لك بحال دابا يعيط لك فيه ابل ولا شي حاجه. also هادي اهم حاجه für den ersten eindruck gibt es keine zweite chance für den ersten eindruck gibt es keine zweite chance الانطباع الاول اللي غياخذوا عليك ما عندكش فيه فرصه ثانيه، غير شوف كتبدا تهضر معاه باش انا قلت لك ديك الفورش تينونك اللي غتوجدو خاصو يكون مزيان، وديك فيلن دانك اللي قلنا في الاول فيلن دانك سؤال بالدانك ايش مش باي انا في ديت سايد زي ايش في مش نعمل ومش قلنا من هابنت هادي غتلعب واحد الدور ورقه وستيلو وقعيد. ازو كيما قلنا دانك باك كايت كوستت نيشت انت توت غوت انت منش فول، هذا هو الشيء يعني انك تكون دانكبار، اي حاجه قال لك دانكبار دانك كاين شي وحدين اللي كتوريهم ما كتسناش انت ديك دانك يقول لك، ولكن اللي كيقول لك دانك حتى كانت عندك شي حاجه واحده اخرى اكثر كتزيد تبينها له. هذا يكون لونغ فاز انفورماسيون فاز ابشلوس تو زاغا زاغا. هذا نشوفو هنايا نفس البي دي اف تا هو تقدر تلقاه في الاخر في جوجل The talk for them interview. Also, on rejoint la présentation du PDF, le keynote, le msaubin, la présentation. Also, ablauf des interviews. Also, zwei Arten von Interviewern. شنو كيعني هادشي؟ كاين جوج الانواع ديال الانترفيور اللي غيدير معاك هاد الانترفيو، كاين جوج الانواع. الزو اولا كاين اللي غيدير معاك سكايب وكاين اللي غيعيط لك عادي، وخاصك تكون بعدا على بال نسيت ما قلتهاش، غير غتبدا البيفربونغ غدا تصيفط خاصك تعول تكون مجد لي زابيل من عندهم، لحقاش ما كاين اللي ما غيهضرش معاك ما غيصيفط لك لا ايميل حتى لا با ترق الو يهضر معاك، وصلوا الدوسي اخص الا كان مزيان وصلوا الدوسي ديالك مزيان طرق الو يهضر معاك يدير لك داك سميتو فوقتو ما تلقاش بخيش تهضر معاه، وكيكون غالبا ماشي رسمي. الزو قلنا تفاي ارتن فون انترفيو، قلنا كاين جوج الانواع، كاين كيهضر معاك اللي كيكون كاين ابل وسكايب، ابل راه مزيانه تقدر الا حصلتي في شي حاجه ورقه طرق وتجاوب، اما سكايب فاصا خصك تشوف له في عيني وضحك ديما ضحك هذا انت دانك باكايت. ومازال كنقول لكم عام ثاني ذا كوت ذاتلت غايت تقوت، الا كنتي موجود مزيان راك غتهضر مزيان. هذا قلنا فاي ارتن فون انترفيو كاين جوج الانواع، كاين يا اما غيحضر معاك الشخص اللي مكلف بالريكروتمون غالبا كتكون بنت، هذا تسنى هذه تسنى منها الاسئله الأسئلة المتشايرة كي كنقول أي سؤال وجدتي راه حسن غتسولك هي داكشي منطقي لوجيك من أ تال زيد، قدم راسك علاش هاد الأوس بيلدونغ علاش ماشي في المغرب علاش ألمانيا علاش حنا خصنا نختاروك شنو درتي في الباك علاش درتي الألمانية وكيفاش دازك ديك القراية فين قريتي الألمانية، أي سؤال من هادو اللي كنقولك قيدو اعطيني الشتاكن ديالك وشفاشن ديالك وشنو كدير باش تغلب عليهم وعلاش حنا مثلا علاش دفعتي لنا حنا علاش المانيا كانوا عندك شي عائله تما مزيان تقول راه عندي عائله وكذا وكذا. ازو كاين النوع الاخر ديال الانترفيو هذا قلنا مكلفه بالريكروتمون، المره الاخرى كيكون مثلا الشاف ديال الاوتيل ماشي الشاف ديال الاوتيل مثل الكوخ تدفع كوخ مع المرات كيهضر معاك الشاف ديال الكويتين اللي كيكون الشاف ديالو هذاك كيهضر معاك بحال صاحبه
كيهضر معاك كيتعرف عليك عادي، ما كيتسناش منك داك ما يبقاش يقول لك هو الاسئله وكذا، يقدر يقول لك هو علاش هذه وعلاش هاد. ولكن ديك الطريقه ماشي منظمه بحال يبغي غير يهضر معاك هذا، كيتعرف عليك هضره عاديه. هذا تسنى منو يقدر يسولك على عائلتك، ولي قلت لك كيهضر معاك بحال صاحبك عائلتك، يقول يقدر يقول لك كاع وريني البيت فين كتهضر معاي، زو باغي يشوف الدماغ باش يعرف واش منظم ولا لا. دونك اي حاجه من هادشي خصك توجد لها، يقدر يقول لك الا معاك شي خوك وريه ليه ولا شي، فهمتي؟ يقدر يقول لك شنو عائلتك شنو الراي ديالهم في هادشي اللي باغي دير، ما يسولكش اسئله اللي ديك الساعات انت خصك تجاوب عادي نورمال، ما تستريس ما حاجه. هذا دوار دس فورتالونغ كاش بريشس. هذا غالبا كيدوز ما بين 20 دقيقه و 30 دقيقه. وحاجه واحده اخرى، ما خصكش تبين راسك مزروب، ما تخليش شي حاجه موراك وشي حاجه من بعد منك، اي حاجه بحال دابا تبين راك مزروب، فهمتي؟ راه عندي شي رونديفو من بعد ولا هادي غير ساعه، هضر معاها حتى تكمل هي الهضره وخليها هي اللي تتحكم في الانترفيو ماشي انت. غادي نرجعو للبي دي اف ديالنا. ذا تاك فور ذا انترفيو، هادشي هضرنا عليه، مينتال بروغراميرونغ فور ايدم انترفيو. هاد البي دي اف قلنا راه مزيان. The upload of this interview allein beginnen Sie mit ein paar freundlichen Worten. Mal liegen wir nach Weile. Fragen des Interviews. Ah, dann alle Fragen, die ich dir so lohm. Lick, donk, hast du gejob bei dir. Donk, sie dir hat in der Jaul Präsentation, die er noch. Also, هضرنا على الابلاف ديال الانترفيو، نخدم انترفيو داس فولو اب. واس هايست فولو اب؟ فولو اب سيدي خصنا نرجعو نسينا هادي الاسئله، غنقولك فهمتي، غنقولك واش عندك شي اسئله ديك الساعه، انت اللي كان عندك شي سؤال غتسولو، شنو هما الاسئله اللي تقدر تسولو؟ الو نشوفو واش كاين مشكل في هاد البي دي اف. Also wie verkaufen sie sich? كيفاش غتبيع راسك؟ هادشي خاصك تبيع راسك في هاد الانترفيو. ولكن ما تنساش راك انت عندك شي حاجه اللي غتقدمها، ماشي غتهضر معاه كانك هو بحال اللي كتسعى ولا بيع وشرا، بيع وشرا، غتقدم له خدمه انت راك ماشي كت. Acht Gründe zu beantworten. Fragen, also sich adul fragen. Adul man dann ماشي ديال Ausbildung. Herkunft, Gegenwart, Gesundheit, Beruf, Ziel, auf was es ankommt. Also 12 Wendungen zum Verkaufen von Fähigkeiten und Leistungen. Also hat der Interview. Besten Dank für das sehr interessante und informative Gespräch. Ich kann mir nun ein sehr gutes Bild dieser Stelle machen. Also, du kennst ihn. Du die zwei, also die professionelle Interviewer, Personalleiter, der Gelegenheitsinterviewer, du Adrenalium. Er fragt dich Fragen, du Fragen, Dirk. Also, du machst dich zu erleben. Gehalt, soziale Leistungen, Urlaub, Arbeitszeit, Kantine, Parkplatz, Hilfe bei Wohnungssuche. Hättest du dich zu erleben? Also, ulem zu erleben, dass du auf Kohat gelommen an die Wohnungssuche zu erleben. Vergütung von Vorstellungskosten. Also, كما قلنا اللي هو هذا، نشوفوا هذا واش فيه الاسئله اللي تقدر تجاوب تسولهم انت.
später die Möglichkeit, hast du Asylum sehen, besteht später die Möglichkeit, übernommen zu werden? Wie viele Auszubildende beschäftigen Sie? Gibt es überträgliche Ausbildungsabschnitte? Wo befindet sich die Berufsschule? Darüber ist ganz toll, Herr Draschui. Kann die Ausbildung gegebenenfalls verkürzt werden? Also, هادشي هو اللي تقدر تسول. Also, كاين واحد ليا واحد السيت تقدر غينفعك بزاف هادشي ديال سفاري فورشتيلونغسكاشبريش. Also, عقل ابسولفينتا دو دي اي ابسولفينتا دو دي اي ستارت كارير تيبس فورشتيلونغسكاشبريش. Also, اي حاجة هنا راه مفيدة. ارتيكل تو فورشتيلونغسكاشبريش تيبس Tipps für das Telefoninterview, das Skype-Interview im Bewerbungs. Also, ey, Herr Jabentlik, hinara am Sie an. Trill, ey, so alt, an der Vorstellungsgespräch, der Katlika. Sie lemme gefäckschert, sie redern alle. Vorstellungsgespräch, Moema Chilike. Kimagna Absolventa. Absolventa. Karriere-Tipps, Vorstellungsgespräch. Career Tips, Vorstellungsgespräch. Mein Bad hat Lian zu daran sehen. Also kein Lian noch dachor. Sieht noch dachor, wo Azubi, Azubine. So, was kaufe ich hasen sehen? Also Bewerbungsgespräch, Kleidung, Training, Ablauf des Bewerbungsgesprächs, Einladung, Verhalten. Muss man die Sieht gerade kaufen, um sie hasen sehen. Also Fragen. الحاجة اللي يقدر يسولك هو وتقدر تجاوب بهم والأجوبة فراغ والأجوبة كل سؤال عندك كيفاش تجاوب عليه. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ich bin nur ein wenig nervös, weil dieses Gespräch sehr wichtig für mich ist. Gute Antwort. Weil ehrlich und selbstbewusst. Wertschätzung des Bildung بلراكم فهمتي كتقول الحقيقة ومتأكد من راسك. Wissen Sie nicht, auf welche Interessen haben Sie? Was halten Sie, was halten Ihre Eltern von Ihrer Berufswahl? Mein cooler Trillier, Azubi, Azubine, Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch als Raffiatsch. Und keine der Welt hat dann erledigt. Und dann schon eine Präsentation, die eine Präsentation, auch Präsentation. Und dann ist nur das Follow-up. Nicht das Interview. صافي سالينا سيتي تشوس تشوس. من بعد غادي تستنى نتا واحد الساعة هكا دخل داك الجيماي اصيفط لهم واحد الايميل شكرا على داك الانترفيو راني تعلمت منه بزاف وراني زاد حفزني شي كامل اوف دوتش كانس اينفاخ. انا عاود نقولها مرة واحدة اخرى دانكباركايت كوستت نيشت und tut gott und mensch voll. ما تخسر والو الا درتي هادشي ولكن غتبان لهم بلي راك ظريف وزوين ومؤدب كي كنقول دو الفولو اب من بعد باش كتسالي مع الانترفيو. Also wichtige Kleinigkeiten. Also هادشي قلنا دي Kleinigkeiten die sind wichtig haben wir schon gesagt. Also غادي ندوزو Also, du soll Partie 10. Partie Rabba. Also, Visumbeantragung. Termin. Also, Termin, Buchung. Also, Kikigulu. Da liegt der Hase im Pfeffer. Da wird Muschkil. Wo Termin? Termin ist die Kitatal. Alles Kitatal hat sogar Sam. Und Kimmels Quelle. Einen Baum. Soll man biegen, solange er jung ist. Der Barablick war ein Sandblattel Baum, geht's gebirr. Und selbst Termin, wie verstanden Sie den Stuhl? Termin, ja, die ganz einfach. Sille, Angelina. Rabadiplom.de. Sidiel Botscha, Sidiel Konsoli. Na, schauen Sie, wie verstanden Sie den Stuhl? Sidiel Botscha. Also, Google. Rabadiplom, bien. Ou bien ambassade d'Allemagne au Rabat. So, site l'ouvre à Trello.
هبط شوية غتلقى فيزا، هي فيزا بركنا فيها، فيزا ناسيونال تغمين بوخون، وهي أول حاجة تقرا هاد الشي راه مهم. تغمين فيو ناسيونال فيزا افن تحال إبر دغاي مونات، هادشي مهم، هادشي ديال فاميليين تزامن فيهم. Also, bitte registrieren Sie sich in unserer Terminliste. Sprich für Terminliste. Also, in der Ausbildung und nicht für andere Termine. Nicht für andere Kategorien. Also, hier Frage: Registrierung für Termine für Visa zur Arbeitsaufnahme und sonstige. Also, Ausbildung, erste Oper, VWD. Etc. Registrierung, dann gerade diese sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten innerhalb der Meinungskämmler. Du sagst, 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 Google sieht, sobald Ihr Termin feststeht, erhalten Sie eine gesonderte E-Mail mit dem genauen Zeitpunkt Ihres Termins. Der Termin ist der Kitzel, verluchte Bäder. Warum kennst du Kitzel? Der Bäder Kitzel, donk, Lehrer, da du den Zettel gerade vertrag, und du Zettel gesagt. Der Bäder Kitzel, Zettel schon. Drei Monate. Sie lernen dir neuer Termin? Hast du das Formular als Amara? Zammer Nachname, Vorname, E-Mail wiederholen, Geburtsdatum, Passnummer, Visa-Kategorie, Jelena. Ausbildung ist da. Ausbildung, ich versichere die Richtigkeit, also Trellet Captcha. Speichern. Also, ich habe einen Termin. Also, wie gesagt, da liegt der Hase im Pfeffer. دابا غادي نرجعو حيد عليا هادشي، نرجعو لاور بريزنتيشن. هادو الأونتالاغن ديال لي غتدفع بيهم. نرجعو لنشي، ما حنا ما نديرو حتى حاجة من عندنا، نمشيو سيدي حنا لهاد السيت ديال البوشافت ونقلبو على الأونتالاغن. حنا ندفع أوس بيلدونغ، سيدي هيا أنتراك فور بيغايتن. شتالن زي بيتو قراتي كامل، aber حنا في كنقرا. Stellen Sie bitte die begleitenden Antragsunterlagen zusammen. Sie benötigen auf jeden Fall. يعني أي فيزا غتدفع غتحتاج هادشي. Zweile sage ich auf Deutsch ausgefüllte, unterschriebene etc. Antragsformulare, Antragvisum, Zahmara Jouj, drei biometrische Passwort aus neueren Datums. كيفاش غادي لهم؟ هادشي عند المصور اللي ديال الحومة ولا هذا، تقول له سيدي بغيت بيومتريك ديال الفيزا، دي فوتو بيومتريك، القياس ديال الفيزا، ويصوبهم حسن ما تمشي للمكتبة وتصور ب قيلا بربعين درهم ولا بخمسين درهم، وتكون مخلوع وهذا وهذا، سي إي إن، أوريجينال ساي فوتوكوبيين، غايزو باس، أوريجينال أوخ إن. Ein ausreichend frankierter und an sie adressierter Briefumschlag. Ich nur hier, ja, die Klubrie Melona. Ja, seit der Klubrie, ja, Frau, seit der Chabar Said. Also, Ausbildung. Nein, zum Termin bitte alle Dokumente im Original und zwei Fotokopien mitbringen. Lebenslauf, Nachweis, Schulabschluss. Die Bagovalve, Lebenslauf, Nachweis über schon Vorkenntnisse, also die Vorkenntnisse der Benadung der Lehre. Motivationsschreiben, Ausbildungsvertrag, Ausbildungsplan, Anmeldung zur Berufsschule, vorab zur Stimmung der Bundesagentur für Arbeit nicht zwingend notwendig, also nicht zwingend. Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse, aber besser B1 oder B2. Angabe über die vorgesehene Unterkunft mit Höhe der Miete. Nachweis, Erhebung hat gerade, Nachweis Lebensunterhalt, Renten, das kommt die Aslan für Vertrag. Donc, Vertrag, du kannst an die €100 brutto, du kannst an die Kall. Donc, hast du die Verpflichtungserklärung, dann Nachweis, Sperrkonto, die Fintiba oder Deutsche Bank, oder was ich heiße. Und sag Fintiba, Deutsche Bank, das kommt ein bisschen größer, wie man dumm sagen.
und gegebenenfalls Angaben darüber, ob der Ausbildungsbetrieb Kost und Logis übernimmt. Hatschi kamel باين كاين المعنى ديالو. اسيدي نتايا غنرجعو دابا شويه للمساحه. اسيدي انسالي ولادي نرجعو لهنا. كما قلنا هنايا كاينين ازوفيشتي كلاينيشكايتن. من بعد مني غي قبلوك اسيدي هادو في الفورتيون كي سبريش جبتيهم قال لك راه حنا موافقين، ها هو العرض ديالنا مزيان، انت اش غادير؟ اصيفط لهم واحد الايميل، الايميل شكرا راه فرحت وهذه وهذه طق طق طق، هما الوراق اللي محتاج. صيفط لهم اوس بيلدونغ سفير تراك اوس بيلدونغ سبلان ان ميلدونغ سوفيغ اوف شوله فوق اتسو شتيمو تنسى دير حدا نيش تسفينغن نوت فينديش دي تحل حدا ديك ان غاب يبا فوق الزهن دي فوق الزهن وانتا كومفت ميتو دا ميتو. صيفط لهم اي حاجه تما، نشوفو هاد اي حاجه باش ما تصيفطش شي حاجه. هيا هنايا قلنا اصبل دونك فير تراك، هادشي تقول له ما شنو محتاج، اصبل دونك فير تراك اصبل دونك بلان ان ميل دونك فو ابسو شتيمونغ ان غابة يبا دي فور غزيرن اونتا كونفت ميت شو دام ميتو صافي. انت غير هادشي تقول له وما غادي يصيفطولك الوريقات. من بعد ننصحك طلب منهم داكشي يصيفطولك في الايميل، في الايميل حسن لحقاش في الا صيفطولك في البوسطة غيتعطل. دير بحسابك غيتعطل لك من 20 يوم الى ما لا نهايه، الى ركز على الى ما لا نهايه يقدر ما يوصلش. دونك غدي انت في فتره على قد انت ماشي غتقول لهم راه ضروري تصيفطوا لي في الايميل، طلب منه قول له قول لها الا كان ممكن تصيفطوا لي في الايميل اشرح لها قول لها راه يقدر ما يوصلش يقدر ما يتعب يتقطع في الطريق اي حاجه ما عرفت تقنع. نرجعوا لهذا قلنا الموتيفاسيون شرايبل، نرجعوا لعبة ديالنا. المهم هذاك الفوركانتنيس، هذا الفوركانتنيس، الفوركانتنيس هذا زينت كاين موس ماشي ضروري انت بهم في الفيزا، ابا زينت امبفالنس فات يعني ننصحك بهم. ما عندكش الفوركانتنيس اش غادي دير؟ هذا كاين واحد المثل كيقول klopft man mit Geld an, springt die Tür von allein auf. Also, إلا تقيتي بالفلوس كتحل الباب بوحدها. بما أنك في المغرب، إلا تقيتي بالفلوس ماشي كتحل الباب بوحدها، كتحيد الباب، يعني ما كتبقاش حاجة سميتها الباب. إذن كما قلنا هذا الفور كانت نيسو ستاج فورماسيون أي حاجة من الأحسن تكون عندك حقيقية، ولكن الا ما كانتش عندك راه خصك تشريها، هما اصلا عارفين بلي غتشريها. من بعد ملي غتقاد هادشي الفير تراك داكشي الوراق اللي اللي خاصك راه حنا قلنا هضرنا عليهم. الموتيفاسيون شخايبن، الموتيفاسيون شخايبن هذاك خصك تبدع فيه انت هو الابداع، انت هو العقل ديالي ديك الساعات. الموتيفاسيون شخايبن عادي في الاول تقدم راسك تهضر على هاد علاش البحث تقريبا ندير كتشبه الان شخايبن غير خاصك تكون عاطي فيها شويه القاصح، هادو خاصك تكون تقنع فيها اكثر. وانت غتكون دابا درتي اللي عليك. الو هادو دار مانش دانكت وانت كوت لينكت، هادو دينغ تو بلانن لينكت باي مانشن لينكت باي مانشن، هادو وانت دينغ تو فول اندن ليكت بايم هيمل. هادو صافي انت درتي اللي عليك، درتي اللي عليك الكمال لله، ربي غيسهل ان شاء الله. هادو تو داس داينر غوت تو داس داينر، انت غدير اللي عليك وربي ان شاء الله غيكمل عليك بالخير. هادو ناخ فورت وند غات شلاك، بس هاد سو فيل كتاوات لانجا كتاوات. هادو لينكس اللي غيفعوكم في هادشي ديال الاس بيلدونغ، حنا كنا شفنا ديجا كتر. نجيو لهنا هادا جوبيرز اللي شفناها، نجيو لهنا سيدي جوجل، اهم حاجة بعدا هي جوجل. اربايت اجنتور في اربايت refusé.
Schule, Ausbildung. Ausbildung. تبع المراحل اللي درتها ازو هاد اللي في اي حاجه تقدر بغيتي تعرفها من ا تال زد كيفاش تدفع بغيت داينا ستارت فور داينا ستارت فور تخيف داينا انتشايدونغ تختار من ازو هادشي ما عندك ما دير بعدا تخيف داينا انتشايدونغ داينا انتشايدونغ اس شون كتخافن ما اصلا ما عندكش انتشايدونغ بوزيتيف ليست تحط لك ومن الاحسن انك تدفع الفيزا بالتن فليغا ودا كوخ ولا شي حاجه اللي تكون ضعيفه لحقاش باش تقنع الانترنام اللي تماك راه سهله ما باش تقنع البوتشافت هي اللي بحال اللي غتدفع ستوديوم انفورماتيك ولا بحال دابا تبعتي فاخ انفورماتيك خصك تكون عندك الجهد ديال فاخ انفورماتيك مثلا ليسونس تكون انت جايب ليسونس غاتكون صعيبه تقنع واحد انك غتعاود تبدا من الاول دير فورماسيون ديال 3 سنين عاوتاني اسبيل دونك فاخ وانت عندك ديجا ليسونس ديال الانفورماتيك فهمتيني وخا باش انك تفعل عاوتاني بالباك راه ما يمكنش ما عندكش شي حاجه زايده على الافريج دونك راه الحظوظ ديالك قليله دونك كما قلت لك احسن حاجه والمغاربه راهم تصابوا تكين في هذا الحظه هذه ديال انه اختاروا التن فليغا ولا كوخ لحقاش التن فليغا محتاجينها كوخ ما كتحتاجش انك تكون شي عبقري ولا تكون عندك بزاف ديال المعلومات قلنا هاد الليان غينفعكم بزاف غادي نرجعوا للاور بريزنتيشن اين مال لينكس جوجل دخل كتب اوس بيلدونغ في جوجل غيطلعوا لك الليان اللي غتحتاجهم كاملين هادو دويتش كانت دي سو بيت فاي هادو بالنسبه للبيت فاي هادو دابا جا وقت فيسبوك ازو بالنسبه لهذا البيتسفاي ازو بيتسفاي كاين واحد البوست اللي كاين في هذا الجروب ستوديوم اونس اوبر ان دويتشلاند اش غتدخل غتدخل لهذا الجروب ستوديوم اونس اوبر ان دويتشلاند ياك غتجي لهاد الجروب باش يطلع لك الكونت هذا اللي غنهضر لك عليه غتدخل لي مومبر اللي كاينين في هاد الجروب عرفتي دابا نبقى نبرك ما تبقاش تخدم لي دونك من الاحسن تسدي انت وتبرك تبرك على هاد اللعيبه نو جولز الو غيطلع لك واحد البوست غنشوفو هنا في نوتيفيكاسيون الو هاد غوتن تاغ اللي كيوجد الباتفاي يكتب لي ايميل ديالو في كومنت ادخل هنا وغتكتب لي ايميل ديالك بحالك بحال الناس عادي لي ايميل ديالك طراق باق الا ما حد هذا البونكت قبل منك يعني راه مازال ما غيتصيفط لك داك الشيء الا جات هذا البونكت تحطت تكومونتات يعني راه صيفط لك داك الشيء دخل شوف تشيك يور ريسبشن دخل وقلب ديك البواط ريسبشن غتلقى شي حاجه وصلاتك الا كان هذا البونكت كومونتير موراك باش انا كنفرق ما بين اللي قبل واللي من بعد هادشي بخصوص البيت فاي شنو غادي نصيفط لك نصيفط لك شي حاجه ما كاينش اللي غادي يصيفطها لك بكل تواضع هادو شنو فهاد الحاجه هادو شوف ما عنديش مثال دابا لان ما فتحتش الجيميل ديالي ما نقدرش ندخل دابا للجيميل ديالي لحقاش شتخاف باخ هادو بعدا شتخاف صيفط لك واحد الليان ديال الكتوبه ديال فوق بيغايتون كتوبه بحال دابا ديال الكوت وديال او اف دي فيهم امتحانات وهذا وليان واحد اخر ديال ليان واحد اخر ديال ليان واحد اخر ديال اش ليان واحد اخر ديال ملي غنتبدل الاوس دروك الزو وربعه ديال لي بي دي اف اللي مصاوبهم الان مثلا ندخلوا شي واحد بيلد باش خايبون غادي ندخلوا ديال باش فيردو باش فيردو بريف حقاش كاين في شخايبن ازو الباتريف ازو باس بارتو غنعطيك شي حاجه ديال الباس بارتو باتريف ها هو الباتريف انغيدو ها شنو الانغيد سيل لي بارتي ديال باش فيردو شنو غيكون فيه سيل بيت سيون فايزر فورتارونغ
Also باش هاد الدايمات ما اشتئش مش مثلا. من بعد باش خايبونك دس فور فالس، هادشي كامل في الباش فيغدو، هادو كاملين غتحتاج صالحين. اختار انت اللي بغيتي وجمع تزامن فاسون. كتجي في التالي ديال الباش فيغدو فوق دارونك، في التالي شنو كطلب؟ اختار العبارة اللي بغيتي، اختار ساجوج والكروس فورمن ويت فرونديشن كوسن. هادي الطريق باينة، دونك خاصك تضرب ضربتك. Also noch einmal Dankbarkeit kostet nichts und tut Gott und Mensch voll. حاجة واحدة أخرى، هادشي كامل ومازال كيقول بنادم بلي المغاربة راه مزيانينش مكيعاونوش خوتهم وكدا. Also das ist schade eigentlich. Also كيقول لك واحد المثال، شنكت مان اينم، also ماشي اينم ماروكانا ولكن نزلت في اينم ماروكانا، شنكت مان اينم ماروكانا اين كو ويل ار اوخ نوخ داس فيتا داتسو. الى عطيتي المغربي بقرة غيقول لك عطيني حتى الماكلة ديالها، ما يقدرش يدير شي حاجة من عنده. نكملو هادي. قلنا دوتش كانت نسا بيت ساي ستوديوم ان دوتشلاند فون A بيس سات. اي ورا ماشي فيديو هذا اللي نوريكم ولكن بوست، نشوفوا هذا البوست. بوست غتجي ادخل فيسبوك غتكتب كارا، غتكتب كارا في فيسبوك ويعطيك واحد الكونتاك نفس هاد الكونت. غتجي لهنا غتلقى واحد واحد البوست، بوست فيه من أ من أ تا زد. مني غتفكر تقرا الألمانية، ماشي مني غتشد ديك البي أن، مني غتفكر تقرا الألمانية تا التالي. إيوا ودابا من بعد التيرمين مكيبقى لك غير تسنى ومتنساش تعي الله تا الفيزا. شي كامل حيت المغاربه ما كيعاونوش بعضياتهم. شي ماشي غير انا اللي كندير، بزاف الناس كيديروا. الزو نرجعوا لسميتو اور بريزنتيشن نوخ اينمال. الزو كنا نحفظو تغات شلاغو لينكس اربايت اجنتو فور اربايت دوتش كانت نيسو بيت فاي هضرنا عليهم. ستوديوم ان دوتشلاند كنا فون ا بيست سات. دخل كتب كارا K-A-R-A فيسبوك، غتعطيك واحد الكونت غتدخل غتلقى البوبليك بوست بوبليكاسيون، غتلقى فيها الأجزاء ثلاثة الأجزاء وما جمعتهم في نفس البوبليكاسيون فيهم من أ تال زيت. قرا داكشي مع راسك بشوية عليك. فيسبوك جروبن و يوتيوب تشانلز. هذو فيسبوك جروبن، هما فيسبوك جروبن. Studium und Oper in Deutschland. فهمت شي اقدم جروب ديال هادشي وفين الصابه. Also نقول لك واحد الحاجه، دي اوغن اوف او دادن بويتل. عاوده دي اوغن اوف او دادن بويتل، دي اما عينك محلولين اما جيب محلول فين ما مشيتي كاينه هادي. Also also كيما كيقولوا gelegenheit macht diebe. انت بقات تقول بغيت الاوسبيلدونغ يعني كاين الحاجه للاوسبيلدونغ، هذه راه gelegenheit، هذه راه فرصه عطيتيها للديب باش يبان ديب. gelegenheit macht diebe. وبما ان كاين شي نصاب، ما نسميهمش نصاب، كيبيعوا شي كيما كيبيع لك شي حاجه راه كيما انت بغيتي تشري، ماشي شفرها لك ولا ولكن شفرها لك بعقله الا قدرت اقتضت ديك الذكر والماتك، الا اقتضت العباره ولا شي حاجه بحال هكا كيقولوا باللغه العربيه الفصحى. هذو هذا قلنا الجروب واللي غتلقى فيه بزاف الناس كيعاونوا. جروب واحد اخر اللي هو عاد جديد، هذو هذا ماروكو، ماروكو دويتشلاند في بونت نول اسبيلدونك ستوديوم ابايت. هذا جديد ولكن جديد وجاي مزيان،
نقدر نقول لك هذا احسن جروب دابا كاين ديال الاستوديو، بالاخص هاد السيد هذا ادمين ديالو سعيد هوكا، ولا ما عرفتش كيفاش كتكون الكنيه، مي هاد السيد كنحترمو واحد الاحترام كبير لانه كيعاون وتبارك الله عليه في عقله. الو كاين واحد لاشين يوتيوب ديالو تقدر تنفعك حتى هي في هادشي ديال اوسبيلدون. الو الجروب الاخر ستوديوم اونت اوسبيلدون دوتشلاند هذا مازال ما فيش بزاف، لا هو الهدف منه ما كملش لحقاش الكونت اللي كان مصوبو تمسح لاسباب شخصيه مش لاسباب معنويه. الو اللي كان تاو كنظن كان غيكون ما مكتابلوش، كان غيكون احسن الجروبات اللي ما فيش النصابه اولا كما قلنا. نرجعوا ل برزنتيشن فيسبوك جروب لقينا عرفناه، دونك غادي نجيو ل اليوتيوب تشانلز. اي هوب ذير از نو يوتيوب ناندو بيدرو. ذو ناندو بيدرو احسن واحد تقدر تبدا معاه من الزيرو. هاد لاشين هادي فهمتي احسن شيء فهادشي ديال التوجيه ديال المغاربه، حتى هو بادي من الزيرو، الفيديو زيرو تايو زيرو تا هو تا الفيزا تا البرولونغاسيون دو سيجور تا travail durant les études. هلا شي حاجه اكثر سيد نصحك تفرج شوف هاد الفيديوهات كاملين نصحك بهم، حقاش كل فيديو احسن من فيديو الاخر. وكاين واحد الفيديو هنايا ديال الكانديداتور فيه فيه كيفاش تطلب السي في وداكشي كامل. دونك كاين واحد لاشين يوتيوب وحده اخرى اللي هي ديال داك الجروب اللي شفناه قبيله، ما عقلش واش غنطلع واش غنطلع ماكو دوتشلاند في بونت هذا فيلاشت في بونت نول. ياب هي هادي تاع هاد لاشين فيها فيديوهات فوق مزيانين مفيدين. الزو لكن هادشي كامل مكاينش انك ما تقدرش تجيب داكشي راسك. الو انت نرجع ل البرزنتيشن فراغن ان وين فينden عندك فراغن، also hast du fragen und möchtest du wissen an wen wendest du am besten. also كيما كنقولوا فيها فراغت دالنت سولت تتعلم، اللي ما كيسولش ما كيتعلمش. also ولكن glauben ist leichter als denken. فكر واخا تلقى الاجوبه راه خصك تفكر. كيما قلنا انت عندك سؤال كاينين بزاف د الاجابات، انت عندك الحق تقدر تيه تبقى غير تيق بنادم، ولكن راه خاصك تفكر باش تفكر تخدم دماغك وتعرف الجواب ديالك. كما كيقولوا فيها لايشت كلاوبت فيت لايشت بتروغن دي تتيمل ديال دي اوغن اوف او دادن بورتل فيت لايشت كلاوبت فيت لايشت بتروغن. اللي كيتيق دغيا كيتخدع دغيا وما تيقش دغيا. Es wird nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird. خاصك تأكد من الحاجة. وكيفاش غادي تأكد؟ تأكد من جوجل مثلا. انت باغي تسول على شي حاجة، ما حنا نديرو مثلا انا عندي شي سؤال صافي جوجل شخيفت نيش تيزا نايا تاب جوجل نسول انا جوجل مثلا بغيت نعرف الانترلاغن اللي غندفع بهم الفيزو عند عند من كتدفع عند البوتشافت. دونك غادي نكتب انا بلاص ما نكتب بوتشافت امباساد المان ماروك سهلة نسو نشوفهم هما نقلب راسي. هازو غتقلب راسك ما غتعرفش
ولكن كما قلنا شتاتا تخوفن هولتستين شتاين. اوكي ازو دي شفينغن واكسن ام فلوغ. الجناح راه كيكبروا مع الطيران ماشي غير كبروا كنت قال دونك اتقلب في الاول ما غتعرفش هانيه تقلب مره ثانيه ما غتعرفش ثاني تقعد تدرب على التقلاب الراس كتولي تعرف حقاش ما كاينش شي واحد تولد كيعرف يقلب ولا كي هذا هذا دابا عرفنا ان فين فينتن ان جوجل ganz einfach ما بقى لنا والو يمكن في هذا الفيديو غير حاجه واحده بغيت نقول لكم حاجه واحده ذا فالن ايست كاينو شاند ابا ليغن بلايبن هذه بالنسبه للناس اللي خداو روفي في الاستوديو بقاو جالسين فالن نوخ اينمال فالن ايست كاينو شاند ابا ليغن بلايبن يعني خاص بنادم ما يبقاش جالس كما قلت لك قبيله اوخ دا بيستو غاو شتولبات اينمال شتولبات اينمال ني جاك روفي هكاك ما تيأسش بدا من الاول عاوتاني الا كان الهدف ديالك هو المانيا بما ان اوسبيلون مازال ما وقعش عليه هو راه بدا كيوقع عليه الضغط ولكن مازال ما كثر باش غتعرفوا كثر ملي غيبداو يديروا شي ليست في التيرمين وبداو يعكسوا und vielleicht war das alles